طبعا الآن نبدأ من آخر المستجدات. قبل حوالي نصف ساعة تم أسر حوالي ثمانية قناصين في جبهة الشرقية في منطقة أبعر أثناء سيطرة الجيش عليها، وهم في قبضة الجيش الوطني الآن. ما تشهده المحافظة تشهد عملية عسكرية كما قلت أنت نوعية وكبيرة يقودها محور 11 والأمنية العسكرية المضوية فيه، وهناك تقدمات كبيرة يعني في الجبهة الشرقية في جنوب المحافظة في جبهة الأرياف في الجبهة الغربية في مقبنة في جبل الحبشي في القطاع الشمالي للمدينة والشمالي الغربي. القوات تتقدم قواتنا وتخترق دفاعات العدو وتحصيناته، رغم أن العدو خلال الفترة الماضية قد قام بعمل تحصينات هندسية وعسكرية ودفاعية قوية جدا يعني، وأيضا زرع حقول ألغام كثيفة وبطرق عديدة ومتنوعة، وبين الألغام الفردية والألغام المركبات والعبوات والأسلاك الشائكة زرع يعني ألغام بشكل يعني يفوق التصور. وهذا ما يعيق تقدم الجيش أكثر هو وجود حقول الألغام الكثيفة وأيضا وجود القناصات، لأنه قام بوضع قناصات في بعض المرتفعات والتلال الحاكمة، وهذه القناصات يعني تمتلك نواظر يستطيع من خلال استهداف قوات الجيش، لكن يتم التعامل معها وتحديد أماكنها وإسكاتها بالنيران وأيضا بمساندة الطيران التحالف. نعم، هل يمكن القول سيادة العقيد بأنكم خلال هذه الثلاثة الأيام حققتم تقدما نوعيا على أرض الواقع؟ يعني البعض يقول هي عبارة عن مواقع بسيطة جدا أمام هذه العملية العسكرية الكبيرة والإسناد الجوي من طيران التحالف. العملية ليست عملية خاطفة أو عملية سريعة أو تحقق أو تحرز ناصر جزئي بسيط هنا أو هناك كما كان يحدث من سابق. ما يخطط له عملية واسعة جدا تشمل كل الجبهات، وبالتالي قد يعني تأخذ فترة. أيضا لابد من إرباك العدو وعدم تحديد الاتجاه الرئيسي لتوضع القوات أو المجهود الرئيسي للقوة، وبالتالي قد تحدث يعني في البداية، لكن عندما يتم تجاوز النسق الدفاعي الأول للميليشيات أنا أؤكد لك أن الانتصارات والتقدمات ستكون مذهلة ومفاجئة، وستحرك القوات بوتيرة عالية جدا، لكن يجري التعامل وأيضا تخفيف الخسائر في الأرواح، يجري التعامل بحذر شديد لأن هناك حقول ألغام كثيفة جدا. وبالتالي ما تحقق حتى الآن في الجبهات هو وفق الخطة المرسومة والمعدة مسبقا، وهو يعني مرضي عنه نسبة كبيرة وطيبة. نعم، الإحصائية الأخيرة الآن لديكم من القتلى والجرحى والأسرى من الميليشيا. 110 قتلى، عدد أيضا كبير من الجرحى. الأسرى ما تم أسره اليوم 8 من القناصين بالإضافة إلى الأيام السابقة. هناك أيضا تدمير لثلاث دبابات ولأطقم مدرعة ولمدفعية للعدو ورشاشات ثقيلة ومتوسطة، وأيضا استهداف بتعزيزات، وتم استهداف عدد من قيادات الحوثيين، مشرف الحوثيين في الحيمة انتهى مع مرافقيه، وأيضا مشرف الحوثيين في التعزية أبو صامت وأبو طارق وأبو عزام مشرف الحوثيين في منطقة القاعدة. معظم القيادات تم استهدافها، وبالتالي ما تحقق شيء كثير حتى الآن.